نظم نادي راشد الفروسية وسباقات الخيل بعد ظهر اليوم السباق 22 لهذا الموسم، والذي اشتمل على 7 أشواط وأقيم على كؤوس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية وكؤوس شركة مصانع بلاستيك تايلوس، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالسخير. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس مصانع بلاستيك تايلوس، حيث قام سيد عصام الجبري المدير التنفيذي لشركة مصانع بلاستيك تايلوس بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف البوعينين، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز ألان سميث، فيما قدم كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز عبد الجليل الملاح، وكأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة. ثم تم تقديم كؤوس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية، حيث قدم زيد حسن المدحوب كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، كما قدم سجاد حسن المدحوب كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة. ثم قدم علي حسن المدحوب كأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز هشام الحداد.